مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى السليمانية. من هناك ينضم إلينا مراسلنا شيار محمد ليتحدث لنا عن آلية التحضيرات للمؤتمر 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك عبر انتخاب الممثلين للتنظيمات والفروع. نعم شيار، مساء الخير، تفضل. نعم، تحية طيبة على الجميع. اليوم تبدأ عملية البدء بالانطلاق والتحضير للمؤتمر 14 بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني في جميع المحافظات الكردستانية. اليوم في سليمانية هناك يعني البدء بالتحضير لانتخاب الممثلين والحاضرين الكوادر التي ستحضر المؤتمر 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني. اليوم يبدأ الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بكل تنظيماته، وأيضا مجلس القيادة بمؤتمر داخلي، مؤتمر يعني لأعضائه والخاصة بالتنظيمات وأيضا الخاصة بالفروع المنتشرة هنا، من أجل انتخاب الممثلين الذين سيحضرون المؤتمر 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني. أيضا بالنسبة لآخر مؤتمر عقد في يعني للحزب الديمقراطي الكردستاني، المؤتمر 13 كان يعني عام 2010 وبحضور نحو 1500 ممثل عن جميع التنظيمات والفروع للحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني اليوم تبدأ العملية وستستمر حتى حتى بدأ المؤتمر في الشهر 11 تشرين الثاني المقبل، والمقرر أن يبدأ المؤتمر 14 في بداية الشهر 11 المقبل. يبقى أن أقول أن المؤتمر الأول عقد عام 1946، المؤتمر الثاني عقد عام 1951، المؤتمر الثالث عام 1953، المؤتمر الرابع كان في 1959، المؤتمر الخامس 1960، المؤتمر السادس عام يعني 1964، السابع 1966، أما بالنسبة للثامن عقد عام 1970، بالنسبة للمؤتمر التاسع كان في سنة 1979، أيضا المؤتمر العاشر كان في عام 1989، المؤتمر الحادي عشر في 1993، المؤتمر الثاني عشر عقد عام 1999، أما المؤتمر الثالث عشر كما أشرت إليه في عام 2010. كما تشاهدون الآن يعني يتم انتخاب الممثلين الذين سيحضرون المؤتمر 14 للديمقراطية الكردستاني عن يعني كما قلت الآن عن التنظيمات والتنظيمات واللجان يعني المرتبطة بالفرع الرابع للديمقراطية الكردستاني هنا في مدينة السليمانية. هذه هي البداية، وسنستمر في تخطيط باقي يعني الأحداث المختصة بالتحضير للمؤتمر 14 حتى هذه اللحظة. هذا جل ما لدي اليوم. نعم.